الجمهور الرمثة متفائلين لقدام، بس وضع الفيصلي إن لا وين اللي يرجعون. بنقول هارد لكنا تعادل بطعم الخسارة. الرمثة بيلعب بمحترف واحد اللي هو قلب الدفاع السوري، فريق قدم أداء ممتاز، ولكن الحظ اليوم بجوز شفت الكابتن حمزة تقريبا 3 جوال عند ما قام الكابتن وسيم بالتبديلات، دخل أبو الكاس مكان بشار ودخل المغربي. المباراة كانت سيطرة 90% للرمثة، والحظ أوفر إن شاء الله. التبديل لو التبديلات من أول لدقيقة 60 ما كانش نتيجة، كان فيصل أكل 3-4 بالراحة. مزبوط. نعم السلام عليكم. هارد لك للفيصلي وهارد لك للرمثة. أجر أخواننا الرماثنة ومنقولهم هارد لك، يعني رغم أنه الفريق اللي لعبوا معاه مركز سابع ما بيخوف، ولكن ونش الحكم كثير ظلم اليوم الرمثة، وكانت يعني أرضية الملعب سيئة جدا زي ما بيحكوا. بديش جمهور الرمثة يزعل، فريق أغلبه صغار بالعمر متوسط الأعمار، معه لاعبين 2-3 خبرة بدون محترفين، ولعب 90 دقيقة على الفيصلي، يعني الفيصلي. طيب الرمثة عم الجميع، وبعديها المباراة لعبت على الفاضي وكان أجلوها، يعني مش منطق هذا الفوز، يعني مش يعني فوز. الفريقين سيئين جدا سيئين، حرام رد عليك. وسكروه شهرين هذا الملعب، سكروه شهرين، اجينا على ارضيه الحمد لله ما طلع اصابات من اللعيب. اول شيء الاداء لم يرتقي بمستوى الفريقين، الرمثة والفيصل عندهم افضل من هيك، مع يعني اللهم صل على سيدنا محمد. الرمثة كان الاقرب للفوز لانه الفرص كانت اكثر، يعني انفرادات اكثر لحمزة الدردور في طابة لاخر الدقائق، لمجد الزعبي طلعها يعني بدهاء اللي هو حارس الفيصلي. ولكن بالمجمل المباراة لم ترتقي بمستوى الفريقين، ممكن كل تفكير اللاعبين. انا كن الحسين مباراة امبارح قمة كانت بالإثارة، على ما يبدو الفيصلي والرمثة كل تفكيرهم انه يعني انا بعيد، حتى لو فزت بعيد عن المنافسة بما قدمه الحسين والوحدة. وصراحة كان الأداء واللعب كله إنه، بس قدر الله ما شاء فعل. منقول للبزور يعني بدك بدل أبكر شوي، يعني أنت فوتت مهاجم بدقيقة 90 أو 91 على ما أظن، فلو بكروا شوي بال 85 أو بال 80 فكان المستوى أعلى منيح. محمد وائل الزعبي ضيع طابة، يعني بقول له راجع حساباتك. بس رسالة للكابتن وسيم بزور، اشتغل على الانهاء. يعني اليوم كابتن حمزة الدردو طبعا نقول له يعطيك العافية، لاعب كبير ونجم نادينا، ضيع انفرادين باب الجول، كذلك الامر محمد وائل الزعبي، كذلك الامر بالمباراة الماضية، انفرادات بالجملة قاعدة بتضيع على النادي، نقاط هدر قاعدة بتروح هيك، يعني حرام واكبر حرام. الرمثة المفروض هسه منافس على الدوري، لكن اعتقد ان الحسين يعني راح فيها، قدر الله ما شاء فعل. الفيصلي اليوم ما يستاهل النقطة، نكون صريحين نكون صادقين، الفيصلي ما لعب ابدا. برجع بقول مشكلة الفيصلي ادارية وليست فنية، لو يجي افضل مدرب بالبلد. اليوم الرمثة ما استغل وضع الفيصلي، تخبط الموجود بالنادي الفيصلي الرمثة ما استغله ابدا، والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله الجاي احسن. هارد لك للفريقين ولفريقنا بالاخص. البطولات مش مهمة ولا للمباريات ولا أي شيء، بس المهم الإعلاميين الجداد اللي طالعين على الساحة جديد يراجعوا تاريخهم. في إعلامي محترم هي واقف حوالينا بقول الرمثة جمهور أضعف جمهور أو من أضعف الجماهير جمهور الرمثة بالأردن، يراجع تاريخه والتاريخ ويعرف من أول نادي أردني عبى استاد عمان الدولي ويسمعها هاي، بعدين يسولف عن الرمثة.